التعليمات ديال صاحب الجلاله الله ينصره كانت واضحه باش تكون هذه اللجنه يعني بين وزاريه لاعاده يعني التعمير واعاده السكنه في هذه المناطق ديال الناس اللي ضو. اولا ومره اخرى نعزيو صاحب الجلاله في هذ المواطنين اللي توفاو، ونعزيو كذلك العائلات ديال المواطنين اللي يعني اللي توفاو. يعني هذا قضاء الله، زنزال فرضوا علينا الله. كاين عده مراحل، المرحله اليوم هي يعني تدبير الازمه، تقوم بها بكفاءه وواحد القدره كبيره وزاره الداخليه والمصالح المشتركه اللي عندهم كلهم واحد العمل اللي هو كبير اليوم ديال اولا باش يحاولوا ينجيو الناس من اللي باقين في يعني في لي ديكومبر، ثانيا الناس اللي توفاو باش تكون واحد لا بروسيدور سهله ديال يعني ديال الدفن، ثالثا انه توصل الناس اعانات يعني ديال اليمونتير، وتوصل لهم اعانات ديال يعني في اشكال متنوعه. وكيتقام واحد المجهود اللي هو يعني كبير يعني في الميدان، وغادي يتواصل يعني في الايام المقبله. من بعد ما ندوز هذه المرحله كاين المرحله ديال اعاده التعمير والسكنه ديال هاد الناس اللي ضغوا، اللي هما الان راه كنعملوا لو سونسمون ديال هاد الشيء، هذا غادي يتعمل في الاسابيع المقبله. وحنا في اطار هاد الاجتماع اللي قرر صاحب الجلاله كانت عندنا هاد المهمه، لان اللي غادي اش غادي يجي من بعد، لانه باش نخمو نعطيو اقتراحات لصاحب الجلاله. وحنا سيدنا الله ينصرو قال لنا بانه خصنا يعني ندعموا المواطنين في اعاده ديال التهكيل، وغادي يكون ان شاء الله واحد يعني لانديمنيتي اللي غادي تمشي لعند الساكنه اللي هي الضغات في هذا الشيء ديال السكنه باش تعاون باش تعاود تبني يعني المنزل ديالها. شحال كيفاش فين غادي نجيو ليه ان شاء الله في الايام المقبله، لانه اللجنه درنا لجنه اخرى من بعد قاعده اللي كتشتغل واللي غادي تخمم في هذا الشيء، وغادي نجيبوه ان شاء الله عما قريب باش نعلو عليه يعني نتمناو الله داخل الاسبوع. ثانيا كتعرفوا بان واحد العدد ديال الخدمات ديال الدوله اللي هي التعليم واللي هي الصحه واللي هي الطرق واللي هي الماء واللي هي لي بيست يعني خصها تعاود تشاف في هذه المناطق. ودنا كذلك لجنه اللي كتشتغل، كتعرفوا المدارس اكثر من 500 مدرسه اللي تقاسوا واحد العدد ديال لي ديسبونسير، كاين طرق اللي كانت مسدوده كنفتحوها، ولكن من بعد خص هذوك لي بيست يكونوا يعني يقدروا يستعملوهم المواطنين. هادشي كله غادي تعمل ليه واحد البرنامج ان شاء الله باش يواكب هذه الاعاده ديال الاعمار، باش الناس تلقى المدارس ديالهم وتلقى يعني مراكز الصحه وتلقى دابا اللي غادي يرجعوا للحياه العاديه. من هنا لتماك باش تبني خص الوقت، والمواطنين الان كيقلبوا على يعني الخيمات وعلى الكياتون وعلى الامكانيات كيفاش غادي نحاولوا كذلك نعطيو واحد الاجوبه لهذ المده اللي غاد قبل ما نوصلوا ليها. حنا غادي نفكوا في واحد العرض والجنة راه منكبه عليه، وهذا الشيء كله باوامر صاحب الجلاله وبتتبع، وحنا غادي نحاولوا ننزلوا في الميدان يعني كاع الحمد لله الافكار اللي بغاها سيدنا باش يتابع المواطنين ويعطي شويه وتعطى للمواطنين هذيك يعني الثقه الكامله، لانه غادي نكونوا ان شاء الله في الموعد وغادي نكونوا في المستوى ديال المتطلبات ديالهم. المتجاوز الزلزال الله اكبر، نعم الصبر والصبر، ولكن يعني العمل شيء اخر، العمل والمجهود والنيه ديالنا ان شاء الله اننا نوقفوا معاهم في هذه الظروف اللي هي صعبه. هذا اكبر زلزال اللي عرفته بلادنا يعني في التاريخ ديالنا، ونتمنوا على الله انه الخير امام واننا الاشتغال يعطي نتائج مهمه للمواطنين. وشكرا.